مساء الخير، مساء الورد. اهلا وسهلا فيكم، معاكم زياد هادي استاذ آلة العود ونظريات وغناء العربي في بغداد من العراق. طبعا انا زياد هادي استاذ في معهد الدراسات الموسيقيه، وكنت محاضر في كليه فنون جميله جامعه بغداد، وكنت استاذ في جامعه في تونس، في جامعه قفصه في جنوب الغربي في تونس ايضا، وعندي كنت عضو في فرقه منير بشير للعود العراق، وكثير من الامور الاخرى اللي اختصرتها. اشرف بكم واهلا وسهلا بكم، واي سؤال انا حاضر تحت امرك. شرف فيك دكتور، اهلا وسهلا. لي الشرف، لي الشرف حبيبي. اي سؤال اي واحد يعني تتفضل به اخي عزيز اجاوبك عليه. وحق زميلتنا جنى يمكن بتبلش. جنى عندما نتحدث عن موسيقى تستعمل مثل الموسيقى لغة العالم ولغة الإنسان، هي لغة متأصلة في نفس الإنسان. موسيقى منذ نشأتها واكتشافها للإنسان لها كان لها دور أساسي في بناء كيانه وتهذيب أحاسيسه وتأثير على سلوكه وتنمية قدراته العقلية والذكرية، وتعبير عن كل ما يخلط في نفس البشرية في كل الحضارات العالم. ومن هنا نهاية هذا اللقاء مع دكتور زياد الهادي. سنتعرف على الموسيقى بشكل واسع وأثرها في حياتنا ونظرتك الشخصية حول بعض القضايا المتعلقة بالموسيقى. أول سؤال، كيف بدأت الموسيقى؟ هل هي موهبة أم دراسة؟ في البداية طبعاً أهلا وسهلا بيك ورحب بيك أجمل ترحيب. في الحقيقة في البداية أنه أي إنسان هو يمتلك الأذن الموسيقية لكن بمستويات مختلفة، فلذلك تلاحظين دائما لدى أي شخص تكون عند الموهبة في البداية لكن يجب أن تسقل بالدراسة الأكاديمية. فأنا كانت عندي البدايات في قضية أنه العزف على الرحلات اللي موجودة في عندما كنا في الابتدائية في البداية، ومن ثم انتقلنا مرحلة المتوسطة الدراسة الإعدادية الثانوية المتوسطة، وكانت عندي بداية لقضية الموسيقى والموهبة في الموسيقى للأذن والغناء. يعني مثل ما تعرفون احنا عندنا هو أحد نجوم العراق في الغناء العراقي والعربي على مستوى كثير معروف، اللي هو ناظم الغزالي، وهو أحد المتأثرين نحن به متأثرين، كم هو أنه يحمل الهوية العراقية. لذلك كان عندنا الموهبة البداية في التأثر في غناء ناظم الغزالي، في غناء المقام العراقي متأثرين به، وبالتالي كان دخولنا إلى معهد الدراسات الموسيقية اللي هو يطلقون عليه معهد الفنان كاظم الساهر، اللي هو تخرج حقيقة من عنده، واللي هو أساساً خرج كثير من الفنان. فبداية الموسيقى هي كانت لدي هي بداية موهبة من خلال ما تأثرت به من فنانين كنت أطلع عليهم منذ أن كنت صغير الحقيقة. نعم دكتور، عندي سؤال، هل تحبذ إعطاء الموسيقى كدرساً في الجامعات أو المدارس لاستكشاف أو اكتشاف مواهب الطلاب؟ نعم، والله في الحقيقة سؤالك جداً مهم وضروري، هذه مطلوبة جداً. لذلك احنا نشوف كثير من الفنانين اللي بعدين اخترقوا هذا الموضوع. يعني مثلاً تلقى عندنا في العراق مثلاً لنفرض ماجد المهندس، هو كان مهندس، تلاحظه هو كان في كلية الهندسة، من أصبح في ثاني مرحلة كلية تحول تلقائياً، وجدوا عند الموهبة واكتشفوا عند الموهبة، ومن خلال التشجيع ذهب إلى مجال الفن. تلاحظ أنه هو ما راح ينجح في مجاله، ممكن ما ينجح في مجاله، ممكن هو يمتلك صوت، يمتلك إذن، وبالتالي فإن موضوع المادة الموسيقية هي ضرورية أولاً لتهذيب الفكر، تهذيب النفس، هي غذاء الروح، غذاء للجسد، وتهذيب لها، إضافة إلى أنه تكتشف من خلال هذا الدرس أنه في ناس موجودة لديها عدد من المواهب
ممكن انه يغني، ممكن انه يؤدي، لان احنا عندنا اكو فرق بين الغناء والاداء. الاداء ممكن يؤدي جيد نعم، لكنه بيطربك كثير، لكن نعم من انت يغني اسلوب ممكن التواصل انه يغني الاجتماعي، كمغني. نعم بالنسبة نعم للتواصل الاجتماعي عم نشوف نعم كثير حالات وأشخاص بتطلع بتغني ما بالضبط. بيكون لهم سوابق فنية مثلا، يعني عم بيكون أشياء يمكن مش شي فني مثلا بالغناء، أو شي مثلا كدرس اخدينه، يعني يمكن هيك، يعني شي عم نعم بيكون عفوي ببالي بطريقة عفوية بالضبط بالضبط. هو انا راح اعطيك من خلال الاساس صفحة لهذا الموضوع. أو من خلال لقاء أو تصوير مقطع من الفيديو هو عم نعم بغني، عم ينشهر نعم الشخص اليوم نعم نعم غير عن نعم زمان. ف كثير من الاشخاص يمتلكون موهبة من الله سبحانه وتعالى، يعني موهبة ربانية. هو يمتلك صوت جميل جدا، لكن إذا سُقل بالدراسة الأكاديمية يكون ذو أفضلية كبرى، وبالتالي يأخذ مكانة كلش جدا كبيرة. يعني هذه الأصوات اللي ممكن نشاهدها من خلال السوشيال ميديا نلاحظها ذو إمكانيات هائلة، لكنه من يعني تأتي إلى هذا الشخص وتطلع عليه على إمكانية المقامية في المقامات والسلالم العربية، طبعا راح تلاحظ عنده فقر في هذا الجانب. لذلك المفروض في أماكن عناية بهذه المواهب، المفروض في عالمنا العربي، نعم لكن فقدان هذه الوسائل التعليمية الموجودة عندنا والاهتمام بهذا الشخص ما يولد عندنا أشخاص نجوم كثيرين في الموسيقى والغناء العربي. لذلك نلاحظ إحنا عندنا إنه في ناس مقسمين، إنه هذا غناء شعبي لنفرض، يعني نعم مثلا مثل مثل مثلا هالاشياء اليوم في غناء والمقاطع. شعبي، وفي غناء يسمونه الحداثة، وفي غناء للنجوم. لذلك من نلاحظ النجوم العرب مختلفين حتى في مستويات النجومية، يعني نلاحظ انه غناء القصيدة لا يمتلكها اي احد في غناء القصيدة، نعم يختلف بقية يغنوها، يغنون الغناء الاعتيادي، الغناء الحديث، الغناء العامي. هو نعم كان يمتلك الموهبة لكنه لم يكمل الدراسة الأكاديمية، أو ممكن مثل ما تفضلت لديه جانب. مثلا احنا ناخذ على مثال لنفرض كاظم، هو كان معلم بالأساس، نعم بعدين دخل إلى معهد الدراسات الموسيقية اللي حاليا أنا أستاذ فيه، دخل إلى معهد الدراسات الموسيقية، صقل الموهبة مالته واللغة العربية جدا أوكي جميلة، فدرس عنده موهبة الموسيقى والغناء، فتلاحظ انه غناء القصيده مختلف. لذلك المواهب الموجوده ضروري جدا انه يطور نفسه، يعني احنا مو كل شيء انه نضعه نعم على 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 الرف او نعم على جانب انه ما في مؤسسات. في كثير من الفنانين انه عانوا يلا وسطه، وطريق الفن هو شائك وليس محدد. لذلك المفروض انه الانسان يطور نفسه في قضيه الموهبه، يعني موجودة عند موهبة. مثل ما قلت لك إنه موهبة في مستويات، نعم هي ممكن بداية من عند مستوى الله مبتدئ تعالى. ومستوى متوسط ومستوى. إنه في أطفال لاحظت، حتى أطفال أنا في بدايتهم إنه بداية عزف التون الموسيقي إنه يلاحظ هذا التون في أي كان في بعض المسابقات، لكن هذا إذا أخذ أو في مؤسسة ترعى هذا الشيء غير قضي. وبالتالي أيضا أنتم في الجامعات، في الجامعات لديكم أيضا قضية جدا مهمة، وهي عندكم المواهب. يعني هذا الدرس جدا ضروري لكل الاختصاصات. دكتور زياد، بدي أسألك أنا عن العود، بس شرح بسيط عن شو طريقته وكيف كيف تمام كيف هو كيف حطه على قلبه. تمام في الحقيقة بالنسبة لتاريخ العود هو قبل 2350 قبل الميلاد، هذا من تين عنده. في ناس بعض الدراسات، طبعا انا بالمناسبه هذا حتى رسالتي، حتى الماجستير ايضا، هاي من رساله الماجستير تلاحظوها، هي عناصر التاليف الموسيقي. ارجع لك انا على قضيه الكود، عناصر التاليف الموسيقي لمؤلفات نصير شمي صديقنا العزيز، طبعا صديقي وحبيبي، هو رجل
فعناصر التأليف الموسيقي في ناس اعترضت كثير على أنه لا توجد عناصر تأليف موسيقي بالموسيقى العربية، أنه هي من نوع أنه فقط للموسيقى الغربية. لكن من خلال ما دخلت في رسالة الماستر وبحثت وجدت أنه في موجودة عناصر تأليف موسيقي للموسيقى الغربية وللموسيقى العربية، وبالتالي من خلال هذه العناصر طرقت إلى آلة العود، كون أنه اختصاص في آلة العود، وهو العازف نفسه الشخص نصير شمة عازف عود ومعروف عندكم، معروف في العالم العربي أكيد. نعم. تناقشنا حتى أنا معاه على قضية العود، فأخذت جانب من العود، وحتى هذا الكتاب أيضا نشر لكم في 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 العالم العربي، العود العربي من بابل إلى بغداد. القضية شنو؟ أنه أنا سويت أول بحث في كلية فنون جميلة أنه ما هو أصل العود. كثير من الكتب تتحدث على أنه هو أصل العود مصري، أصل العود سوري، أصل العود بلاد الشام، لكن في الحقيقة من رجعنا وصلنا إلى نتيجة أنه هو أكدي سامي من السومرين موجود، كان بدايته طبعا بيضوي الشكل وذو زن طويل، هذه كانت بدايته في عهد السومريين، وانتقل في مراحل في العصور. تعرفون في العراق هو يعني مر في حقب كثيرة، يعني العصر الأموي والعباسي فبدأ ينتقل من مرحلة مرحلة لحين ما وصل إلى زريان وضاف الوتر الخامس. في حقيقة أنه لازم نعرف أنه الوتر الخامس أضافه هو زريان وليس فنان آخر في العصر الحديث. فكثير من الناس لاحظوا أنه آلة العود أنه أضافوا الوتر الخامس، هو أضاف أحد الفنانين المعروفين بالعرب، لا ما في هذا موجود، أضاف زرياب. وزرياب هو معناه الطائر الأسود في العرب، هذا معناه. آلة العود لكل شخص يمتلك الإرادة والحب لهذه الآلة فهي ترحب بهذا الإنسان. نعم ما في آلة، طبعا لكل آلة بالمناسبة لها خاصية معينة، بخصوص قضية الآلة لكل آلة لها خاصية. إذن أثناء آلة العود هي مهمة جدا بقضية، أولا ما تعرف تلحن إذا مو أنت تعزف آلة العود، كونها دائما قريبا إلى القلب وإلى الإنسان عن بقية الآلة، هذا واحدة. اثنين تقدر تغني بمصاحبة العود، بقية الآلات ما تقدر من صعوبة. لكل ثقافة نوع موسيقى محددة، مثلا بالعالم العربي في نوع محدد، بأمريكا نوع محدد، بالشرق نوع محدد، فبتختلف. سؤالي هل مثلا نحن نرى مثل ما انت قلت انه ناظم الغزالي هو مثلا الشخص اللي يمكن تنظر له انه مثلك الاعلى بالموسيقى، بنعرف ان ناظم الغزالي كان على العود مثل الشيخ امام، مثل وديع الصافي الى اخره. هل الثقافه هي بتحدد نوع الموسيقى ام الاله بتحدد نوع الموسيقى ام الموهبه؟ لا اول شيء يعني الاله الموسيقيه مثلا العود هي اللي بيحدد نوع الموسيقى الموجود بالعالم العربي، ام الموسيقى هي اللي ادت لاختراع العود؟ فهمتك بس اسمك غسان العريضي. غسان حبيبي، اولا الثقافات احنا درسناها اكثر من في موضوع حتى بالدراسات العليا، ان الثقافات هي اللي تحدد ثقافه المجتمع وثقافه الشعوب من ثقافه المجتمع الموجود حوله. يعني مثلا من قلنا احنا الحضاره السومريه، لكون حضاره سومريه خلقت من نوعيه من الابتكار بقضية الآلات الموسيقية، مثل ما اخترعت السومريين اخترعوا الكتابة، تمام؟ لذلك عملية الابتكار هي من ثقافة الشعوب، يعني كلما يرتقي الشعب إلى ثقافة معينة كلما تختلف قضية الاختراعات وتطور وتكتشف أكثر. يعني مو العود اكتشف من نتيجة ثقافة، وليس العود هو اكتشف الثقافة. طيب دكتور، السؤال الثاني، شو اللي بيميز العود عن الآلات يلي بتشبهه مثل الجيتار مثل البوزوك مثل هو كلهم طالعين من العود؟ ليه العود هو المشهور أكثر من البرقين؟ نعم. طب القليل أنا تحدثت عن موضوع مهم جدا، إنه آلة العود دائما
كون لها تاريخ، طبعا تاريخ منذ القدم، لها مميزات تختلف عن بقية الآلات الموسيقية. آلة العود تختلف لكونها أولا قضية فيها قضية يسموها قضية المصاحبة، يعني الغناء مع العزف. التلحين هاي قضية مهمة ثانية إلى آلة العود. لذلك احنا نلاحظ كثير من الفنانين الكبار والنجوم السابقين، أمثال طبعا وديع الصافي المرحوم هذا الفنان الكبير العملاق، وكثير من محمد عبد الوهاب، كثير كانوا انه اول ما يبدا تلحين على آلة العود لانها قريبه الى القلب، كونها ذو اثر وتاريخ كبير منذ الازل، فكانت تعتبر هذه الاله هي مرافقه الانسان منذ قديم الزمان، فاخذت انه هذه الاله الوحيده، فمميزاتها دائما تختلف عن آلة الكمان وآلة الناي. آلات البقية حتى آلة الجيتار، آلة الجيتار احنا عندما ناخذ آلة الجيتار ممكن نعزف بها مع الغناء أوكردات، ناخذ أوكردات فقط ونغني، لكن آلة العود بها التقاسيم وبها الغناء نعزف غناء مصاحبة، وبها الجمل الموسيقية نقدر نعزفها، ومختلف المقامات العربية أو العربية عفوا. لذلك هذه الآلة حتى كون انه درجاتها الموسيقية قريبة لصوت الإنسان، هذا سبب إضافي إلى أنه تميزت بأنه كثير من الناس أنهم يحبون يتعلمون آلة العود، وهي تكون قريبة ومشهورة ومتعارف عليها. شكرا لك دكتور، شكرا حبيبي حبيبي شرف. طب دكتور سؤال ثاني، شو هن العقبات اللي واجهتهم مسيرتك الفنية وكيف تخطيتهم؟ نعم، بالنسبة للعقبات هي كثيرة طبعاً. أنا قلت لك قبل قليل أنه طريق الفنان هو شائك وليس معبد، وفي الحقيقة وبالتالي أنه ضروري على كل فنان أنه يكافح في بدايته. لذلك أنا واجهت كثير من الصعوبات، صعوبات أولاً في قضية أنه كيف أنه تقنع جمهور الأمامك من خلال العزف، كيف أنه تقنع اللجان الموسيقية بأنه أنت تكون عازف وذو درجة علمية وموسيقية أهلك إلى أنه أنت تأخذ مساحة في الفن وخاصة في العراق، لأنه إحنا دائما الموسيقى وجانب الموسيقي في العالم العربي صعب جدا. لذلك واجهتني كثير من الصعوبات اللي هي قضية أنه الظروف الأمنية اللي دائما تحيط في بلدنا في العراق، هذه من ضمن الظروف اللي هي تأثر على الفنان. وأيضا هو طريق حقيقة طريق الفنان دائما صعب، لأنه يعتمد على كثير من العوامل، من ضمن العوامل المهمة هو قضية كيف الانتشار، وأن يصل يعني عندما يصل إلى مرحلة معينة كيف يحافظ على هذا المستوى بدون ما ينزل إلى مستوى آخر، يعني المفروض مطلوب عنده أنه يتقدم إلى أكثر. لذلك تلاحظ أنه دائما عمر الفنان من عمر 30 وفما فوق هو يبدأ الفنان بالتألق، عكس اللاعب، لاعب كرة القدم، لاعب كرة القدم هو من يوصل إلى 30 أو 32 يبدأ إنه يتحول إلى مدرب، إلى مدرب فريق. إحنا لا، من 30 فما فوق هو يبدأ، لأن كون إنه الفن الموسيقي يحتاج له، كل ما تكبر كل ما تكبر تنضج الفكرة عندك، تنضج الفكرة الموسيقية عندك، تنضج عندك الفكرة، جملة العبارة الموسيقية تتغير بمرور، ذوقك يختلف، خيارك يختلف. تلاحظ انه كثير من الامور كنت تعملها مثلا سابقا تختلف. فلذلك واجهت كثير من العقوبات اللي هي كانت عقبات، الاصح مو عقوبات، العقبات اللي اثرت عليه مثلا بمراحل التقدم من مرحله لمرحله، خاصه بعد ما يعني تخرجنا من معهد دراسات موسيقيه، كان امامي 50 عازف عود، ولازم اطلع اول اتخرج حتى اذهب الى اكمل الجامعه. فلذلك تخرجت دور الاول عن دوره الفنان الكبير روح الخماش، واستاذ روح الخماش واحد الفنانين اللي وصل المرحله الموشحات العراقيه الى مرحله معينه، وهو بالصراحه هو من السبعينات او في الستينات اجى من العراق، كان في فلسطين، يعني هو فلسطيني الهويه، رجل أستاذنا وعلمنا هنا، وهو واصل لمرحلة، وهي هاي راح أكد لك عليها، هو واصل لمرحلة الموهبة، بحيث أنه أي طير
من أمامه يفوت من يمه يدون ينوط النوتة الموسيقية لهذا الصوت الطائر. هاي موهبة ربانية، بينما إحنا كنا نتعلم من عنده كيف نوصل لهاي المرحلة، لمستوياتنا مو مثله. هاي يعني قبل شوي كنا نتحدث عن المواهب. فروح القماش من فنانين كبار، إضافة إلى أنه عندك منير بشير وجميل بشير، مدارس عراقية لأن هم يعتبرون المفتاح الأساسي به المدرسة العراقية. مدرسة العود أنا راح أختصر وياك، يعني عفوا خاف حتى ما أطيل وياك. المدرسة هناك ثلاثة مدارس في العالم العربي أو العالم الشرقي العربي، لأن تركيا تحتسب الشرق. عندنا المدرسة العراقية ومدرسة تركية والمدرسة المصرية بالعود، والمدرسة المصرية تختلف عن المدرسة العراقية والتركية كونها تطريبية. نعم. يعني كونها تطريبية، يعني احنا نقول مثلا، يعني مثلا انا راح مثلا اعطيكم هذا الشيء مثلا اذا تسمح لي، يعني اقول مثلا بدايتي هذا رست مقام الرست، بينما اذا احنا الروح على المصريين هذا بالعراق، هذا بالعراق لحد الان عزف العراق. لاحظ بعظمه، بينما المصريين اذا تريد تسوي المصريين شو راح يسرع عزف مالك. شوف بين المصري والعراقي يكون قضية الفرداش فيها كثير، المصريين تطريبية كثير، الله الله مثل يصحونهم. نعم. بينما احنا لا، قل تستمع لي 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 بيها نوع من هذا. لذلك المدارس المدرسة المصرية تطريبية والمدرسة العراقية ذو روحية وتقاسيم، ويضاف لها التكنيك. التكنيك طبعا يضاف لها كون احنا أحد اللي أسس قسم الموسيقى في بغداد في عام 38 هو الشريف محدين حيدر، وهو عازف شلو وآلة العود، وهو إجا من تركيا لكنه هو أحد أمراء مكة المكرمة اللي موجودة في العالم العربي. شكرا يا لك دكتور. الله يحفظك. نعم. تفضلي. أوكي. لقد علمنا أن تعاونت مع أحد الدول العربية، هل تكرر هذا التعاون؟ والله أنا حاضر لأي تعاون جاهز، يعني ممكن أنا حسب دعوات البلد المضيف، يعني هو أنه يعتمد عليك في دراسة. مثلا كثير من الدول لا توجد لديهم مثلا أساتذة عود، وخاصة لدينا حاليا بالعراق انه صارت عندنا براءة اختراع بكيفية معرفة المقامات العربية بسرعة من ضمن المناهج طبعا. فلذلك تعتمد على قضية البلد المضيف، البلد اذا هو محتاجه طبعا يرسل عليك حسب البلد اللي يرسل لك، او يكون يتعامل وياك اذا هو في حاجة اساتذة او استاذ عود ونظريات واختصاص في الموسيقى. يعني كافة الأحوال، لأنه هاني في أي عرض أنا حاضر جاهز في هذا الشيء. دكتور، من أكثر فنان تعاونت معه عربي؟ كيف؟ من أكثر فنان تعاونت معه في الدول العربية؟ فنان وعربي. عملت معه؟ تعاون. أنا طبعاً كثير من الفنانين اشتغلت وياهم، عملت معهم. من كنت في معهد الدراسات الموسيقية، من كنت في الكورال. أنا أتحدث لك أول شيء بدايات، يعني كيف أنه تعاملت، يعني كان تعامل مثلا عملت كورال أول مرة، غناء
في الإنشاد لي عندما كان طالب في المعهد أستاذ كاظم الساهر، واللي هي كانت في أغنية إني خيرتك فاختاري ما بين الموت على صدري أو بين دفاتر أشعاري. هي كانت لي الشاعر الكبير، شاعرنا الكبير رحمه الله، اللي هو نزار قباني. وكنت في الكورال حقيقة. بعدين دخلت إلى موضوع كثير من الفنانين، دخلت مثلا مع حسام الرسام أحد الفنانين العراقيين، عندنا أحمد المصلاوي بالعراق أيضا تعاملت مع معروف عندكم في لبنان طبعا بالحقيقة أحمد، يعني من عندكم في لبنان. وطبعا في تونس عملت مع أكثر الفنانين، شمس الدين الأخ العزيز فنان طبعا معروف هو هناك، ويعني هذول اللي عملت عليهم، لأن كنت أنا دائما أركز على القيادة الفرقة الموسيقية لولاية قفصة في تونس، كنت مسؤولها وقائد عليها الفرقة الموسيقية اللي موجودة هناك. نعم دكتور، بس بدي أسألك سؤال بعد، قديش أهمية أو كيف نظرة المجتمع العراقي لقطاع الموسيقى؟ هل قديش اللي بيرغبوا بهذا القطاع؟ نعم، هذا القطاع طبعا في خاصة في العراق كثير من الناس طبعا لديها الرغبة، وأيضا تركز تركيز مباشر على الفن الموسيقي، بالرغم انه في اختلاف، طبعا في اختلاف، يعني في نلاحظ انه كثير من عندهم مواهب لكنهم امكانياتهم ما تسمح لهم، لان دراسة موسيقى يحتاج لها فترة بالدراسة، يعني مو هينا مو في شهر او شهرين، اضافة في التزامات طبعا اجتماعية، ممكن في عندنا مثلا التزامات اجتماعية فيهم ما تسمح لهم، لكن بالعموم كاملة الناس في العراق هي الموسيقى عندنا تمام، وكثير من الناس، والدليل لدينا عندنا معهد دراسات موسيقية، وعندنا معهد فنون الجميلة، وعندنا كلية فنون الجميلة تستقبل طلاب الموسيقيين، وحاليا حتى في بغداد بدأوا انه يستقبلون المواهب حتى اعمارهم 25 و26 27 30 35 باستقبالهم لاعتمادهم في فرق فنية موسيقية. نعم، وهذا الشيء كلش نجاح، حاليا بدأت هاي الامور، واللي كثير من الناس طبعا ذهبوا لهذا الشيء. فعندنا لا من المجال الموسيقي في بغداد الحمد لله ماشي، يعني ما عندنا اشكال به، بس قلت لك في ناس يعني تبقى عندها مثلا موضوع الماده وموضوع اجتماعي، ممكن اكو بعض الامور هي تعيق هذا الشيء، واكو لا بالعكس. هسه كثير من الناس، انا لاحظ واحد من الناس انه ادرس اونلاين العود والغناء، لاحظت انه كثير من الناس انه يتصلون بي بخصوص هذا الموضوع، يريد يتعلم عود، يريد يتعلم غناء، كثير في العراق. نعم، يعني هو مزوى مثل ما تقولون الشعب، مثل الشعب لبنان، هسه شعب لبنان كله يتغني جميل جدا. نعم، سؤال ختامي هيك، إذا بتعطينا فقرة صغيرة عبارة عن دقيقة ونص أو دقيقتين، مقطع غناء عزف على العود. Thank you.
الله على الأحساس دكتور. الله يحفظك ويخليك. شكرا لكم. شكرا لك دكتور. وعزلناك. الله يخليك. لا بالعكس بالعكس، أنا حاضر حاضر.